نور هنبتدي اول مرحله من قدها ولا مش قدها؟ المرحله دي على 500 جنيه هتسمعي اللي هقول لك عليه وتنفذيه بالحرف الواحد، قدها ولا مش قدها؟ تمام تمام. خدي بقى بق ميه ومضمضي بصوت. الناس بص. طيب انزلي على الترابيزه زي الفرخه واقعدي نقري. ايه بس يلا لفي تاني قولي لهم بس بقى خلاص عملت لكم الفرخه اللي انتوا عايزينها، عايزين ايه تاني؟ ما خلاص بقى انا عملت لكم اللي انتوا عايزينه، في ايه تاني؟ بس يا ماما قومي 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 نطلع العربيه، قومي نطلع العربيه، قومي اطلعي العربيه. لو مشيت هتخسري. اقعدي اقعدي خلي بالك، اقعدي بس عايزه اتكلم معاكي حوار مهم. انت كده بتهزري كده ولا بتعملي ايه؟ مش فاهمك. مش قادره يا بنتي، حرانه جدا. لفي وقولي له بس يا اسماعيل بقى لو سمحت. خلاص بقى يا اسماعيل ما تسيبني في حالي، في ايه؟ برافو برافو يا ناس. لا انجزي يا اميره، الراجل واقف عايزه ايه؟ في ايه مالك؟ معلش انا اسفه اميره، خلاصي. انت مش مصدقه؟ انت مش مصدقه ان هو واقف؟ انجزي، الراجل واقف عيب. طيب عشان خاطري يلا، عشان الراجل واقف عيب. معلش انا اسفه. قولي لها لو مش مصدقه خدي الموبايل اهو وافتحي لها الكاميرا وصوريني معاه عشان تعرفي ان هو واقف. طيب بصي انا بس بدل ما اتكلم، خدي بس صوريني معاه عشان تعرفي انه واقف. امسكي امسكي، صوريني صوره معاه. يلا يلا صوريني معايا عشان تعرفي انه واقف. بصي له قولي له معلش انا اسفه هتصور بس معاك صوره عشان تسلم. طب معلش انا اسفه بس هتصور معاك صوره عشان اوريها.